تكون على الدوام من وسائل رحمة الله، بادل الرعاية الطبية للقريب والبعيد والصالح والخاطئ والصديق والعدو. استشعار مثل هذا القسم وهذا الجزء من القسم يطرق للنفس كثير من الخواطر التي تستحق أن نقف عندها وأن نتأمل فيها. فهذه القدرة التي أعطانا الله إياها لكي يكون لنا القدرة على التأثير في حياة الإنسان هي قدرة كبيرة وأداة إيجابية عظيمة لو تأملنا فيها. إن الطبيب المسلم يراقب الله في مهنته ويصون حياة الإنسان في كافة مراحلها وفي كل الظروف والأحوال، حافظا للمريض كرامته وساترا لعوراته وكاتما لسره، باذلا رعايته الطبية على الدوام، مستشعرا أنها من وسائل رحمة الله. أن أراقب الله في مهنتي وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق. المريض فعلاً يسلم قلبه وجسمه للطبيب ويستسلم تماماً لما يقرره له من علاج، وهذا أيضاً يؤثر على العلاقة المستقبلية بين الطبيب والمريض، وقد لا يحس بهذا الشيء أكثر من الجراحين والمرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية. دائما العلاقة بين الجراح والمريض هي أكبر من العلاقة بين المريض وأي طبيب آخر في تخصص آخر. أن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى. إن إدراكك أيها الخريج لعظم المسؤولية وثقل الرسالة التي تحملها على عاتقك بأن بوئت هذه المكانة العظيمة تجعلك مسؤولاً عن تطوير نفسك وتهذيب ذاتك وحيازة فنون صنعة الطب، لتعطي مرضاك ما يستحقونه من رعاية وعطف تجعلهم يطمئنون لرأيك ويأنسون لحكمتك، فيكاشفونك أسرارهم ويسلمونك طب أجسادهم.